مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع 11 للجنة الفنية للملكية الفكرية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبيتضمن جدول أعمال الاجتماع اللي هيستمر على مدار يومين متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية، اللجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. النهاردة هينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما أمسية سينمائية في 7 مساءً يعرض خلالها الفيلم التسجيلي عبده داغر للمخرج والمصور الفنان وحيد مخيمر. ونوه المركز القومي للسينما بأنه من المقرر أن يتم تنظيم لقاء مفتوح مع الجمهور عقب عرض الفيلم للحديث عن حياة الموسيقار عبده داغر اللي بدأت من الحارة المصرية وكيف حفظ القرآن الكريم ثم رحلته مع تعلم الموسيقى حتى أصبح من أهم العازفين في العالم. النهاردة هتقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش في مقر دار الكتب بكورنيش النيل الساعة 12 الظهر. تبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني من ألحان سيد درويش ويحييها الموسيقار الكبير هاني شنودة اللي بيتحدث عن مسيرة سيد درويش ومواقفه الوطنية وأغانيه اللي أثرت في وجدان المصريين.